صراحه هزيمه غير منتظره صراحه. الفريق اللي كيلعب على اللقب وتضيع النقاط بالميدان ديالو، فكنظن شويه الحظوظ كتبقى تتضائل شويه. على كل حال اللاعبين مشكورين لنا، دار واحد المجهود كبير. كتعرف واجهنا خصم اللي كيعاني في المؤخره، جا لعب مباراه اللي منا بحال كنقول مباراه العمر ديالو، يعني كان منظم بشكل جيد في الخلف وكيخرج بالمرتدات، سجل عن طريق كره ثابته. حاولنا والضغط ديال انك ترجع في النتيجه انتهت النتيجه بهزيمة. على كل حال لازم نسيانا حسابيا كل شيء وارد، لازم بسرعه نساو هذه الهزيمه ونفكروا في المستقبل وبدايه من الاسبوع الجاي باش نرجعوا لسكه الانتصارات ونزيدوا نجددوا الحظوظ ديالنا ان شاء الله. وكنظن الديربي دائما كتبقى مقابله مهمه للفريق الرجاء الوداد. كنظن الصراع باقي متواصل بين جوج هاد الفرق على اللقب الوطن. نتمنى ان شاء الله هذه الهزيمه نراجعوا اوراقنا بسرعه ان شاء الله ونداركوها باش نحققوا فيها انتصار اللي لابد منه ان شاء الله، باش نرد كيف سبقت وذكرت نجدوا الحظوظ ديالنا على المنافسه على الدوري ان شاء الله.